فاروق. فاروق. ايه يا حبيبتي؟ انت تعبانة ولا حاجة؟ لا خالص أنا كويسة، أنا حاسة إن أنت بس اللي تعبان شوية. ليه؟ هو أنا اللي ولدت ولا أنت؟ أنا بس عينيا غفلت كده عشان ما نمتش من امبارح، وبعدين البي سايبني ونايم أهو. أهو ما أنت بقالك يومين قاعد القعدة دي، أنا عايزاك ترتاح شوية. لا ما تقلقيش، هانت كلها يومين ونروح سوا أنا وأنتي على البيت. الدكتور لسه قايل لي كده من شوية. طب إيه رأيك تروح تبات في البيت أنت النهاردة؟ يعني بدل قعدتك دي يا فاروق. وأسيبك لوحدك؟ لا طبعاً ما ينفعش. ما أنا كويسة يا فاروق، مش محتاجة حاجة، ولو عوزت حاجة هكلمك على التليفون على طول. أنت متأكدة رؤية؟ أيوة طبعاً. ماشي. طب أنا هروح أغير هدومي وأريح شوية، وبكرة الصبح هعمل مشوار صغير وأجيلك على طول. مشوار ايه؟ يا حبيبي نسخة منك. نسخة مني ازاي بس يا شيخة؟ حرام عليكي، ده الواد لسه ملامها وما بانتش. والله نفسي عينيك ومناخيرك كمان وقورة ابوك الله يرحمه. اديله شهرين بس وهتلاقيه يبقى نسخة منك. انت كده بتقلقيني على مستقبل الواد على فكرة. اقسى عليك يا فاروق. طب يا ريت ياخد نص جمالك. لا ده القرد في عين امه غزال فعلا. الف مبروك يا حبيبي، يتربى في عزك وتفرح بيه. قادر يا كريم. ان شاء الله هتفرحي بيه معانا، ما تقلقيش، انا متابع كل حاجه مع المحامي، وباذن الله المقضى هيتقبل. اللي كاتبه ربنا هيكون. المهم هتسميه ايه؟ سيد. سيد فاروق سيد الرفاعي. ها رايا مش لاقيه يعني ايه؟ طب اقفلي اقفلي، انا مسافه السكه واكون عندك. يلا. ايه يا فاروق في ايه؟ بتقول صحيت من النوم ما لقيتش الوقت. اقسم بالله ما هيكفيني رقبيكوا كلكوا قصاد ابني. اهدى بس يا فندم، مين حضرتك؟ انا ابو الولد اللي اتخطف من المخروبه اللي انت مدورها دي. مستحيل، يعني ايه اتخطف؟ اكيد في حاجه غلط. ايه الحكايه يا دكتور؟ الاستاذ مراته ولدت عندنا بقى لها 3 ايام. بيقولوا ان صحيت من النوم ما لقتش الطفل جنبها. انا عايز اعرف ابني فين دلوقتي حالا. اهدى بس يا فندم، انا مقدر الحاله اللي انت فيها، بس اهدى عشان نعرف نتصرف. يعني انتوا تضيعوا الواد اللي انا بتمناه من الدنيا وتقول لي اهدى؟ ارجوك حاول تتمالك اعصابك عشان نعرف نفكر. يعني الطفل كان طول الليل في المستشفى واختفى النهارده؟ انت بتسالني انا؟ ما تسأل الحرامية اللي انت مشغلهم. طيب اهدى بس، عايز كل اللي كانوا شغالين امبارح في المستشفى يبقى قدامي حالا. اتفضل وانا هتصل بالبوليس حالا. خلاص يا فاروق، انا عرفت الولد فين. فين؟ مع ياسين.